عاش الإنسان على هذه الأرض منذ مئات آلاف السنين، لا نعلم عنها شيئا إلا من خلال ما ذكره الله لنا في القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن خلال الآثار والكتابات القديمة التي بقيت كشاهد على الحضارة الأولى. وفي الوقت الذي تشير فيه الدراسات الأولى إلى أن أقدم عمر زمني للبشرية يزيد عن 520 ألف عام وعلى أقل تقدير، فإن أقدم تاريخ مكتشف للكتابة كان منذ 5500 ألف عام فقط. فكيف عاش الإنسان في العصور الأولى قبل ذلك؟ وماذا امتلك؟ بل وأين وصل؟ وهل كان هناك تقنية قديمة اختفت في عصر من الزمان؟ يبقى العلم وحده عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ما يتم اكتشافه يوما بعد يوم يثير الشكوك فينا أكثر، إلى أن التكنولوجيا لم تولد في العصر الحديث. فمن بطارية بغداد النحاسية إلى فوانيس الفراعنة الكهربائية، ومن طائرات شعب المايا الذهبية ونقوش الحضارة المصرية، إلى أهرامات الكريستال المضيئة في قاع المحيط الأطلسي، تظهر الأرض لغزا قديما من ألغاز حياتها الطويلة، وتكتب لنا قصة نرويها عن ولادة التقنية الحديثة. يرى أصحاب هذه النظرية أن التقنية كانت جزءاً من عالم الأولين وبصورة غير معروفة، لأن هذه الحضارة تدمرت وانتهت في وقت غير معروف من الزمان. يرجح البعض أنها حضارات تعود إلى ما قبل الطوفان، وهنالك دلائل كثيرة تشير إلى أن نهايات مأساوية قد لحقت بحضارات وأمم مختلفة كانت تقيم على سطح الأرض عبر مختلف العصور والقرون السابقة. ويخبر أصحاب هذا الاتجاه بأن هذه الحضارة التي نعيش فيها اليوم قد لا تكون الحضارة الوحيدة المتقدمة في تاريخ البشرية، وهو تصور يؤمن فيه أصحاب هذه النظرية. وإلى حد كبير، بعد أن توالت الدلائل على أن حضارات سبقتنا بآلاف السنين كانت قد اكتشفت واخترعت أشياء كنا نعتقد أنفسنا أول من توصل إليها. فوفقا لوجهة نظرهم، ليس من المستبعد أن تكون هناك حضارات غابرة كانت أكثر تقدما وتطورا من حضارتنا الحالية. وفي الجهة المقابلة، لا يقبل أصحاب النظرية العلمية بهذا الشيء أبدا، ويرفضون النقاش به حتى، بل يعدونه ضربا من الخيال والمبالغة. ولكن التساؤل الموجه لهم، هل لديهم ما يثبت أن حضارتنا هي الأكثر تقدما في تاريخ البشرية؟ لا نملك دليلا قاطعا على ذلك إلى الآن. فلو كانت حضارتنا هي الأكثر تقدما عبر التاريخ، فلماذا نعجز عن إيجاد تفسير لأمور كثيرة أنجزتها الحضارات السابقة، كالأهرامات المصرية والأهرامات المائية وغيرها؟ وهنا نعرض عليكم أموراً اكتشفها علماء حضارتنا المعاصرة بأنفسهم، تكشف مدى التطور الذي حققته حضارات عديدة في تاريخنا البشري. في نهاية عام 1900، تمكن علماء الآثار والمهتمون بدراسة أعماق البحار من اكتشاف آلة غامضة في قلب سفينة غارقة، تشير بعض رموزها إلى أن صنعها يعود إلى القرن الأول قبل الميلاد، تتألف من 20 ترساً، وقد ظل الغرض من صناعتها غامضاً ومستعصياً على الفهم فترة طويلة وبعد جهد كبير. أن هذه الآلة تساعد في تحديد وقت شروق الشمس وغروبها، وأوقات ظهور القمر، وحسابات حركة الكواكب في نظامنا الشمسي. ومن خلال الدراسة لاحظوا أن رؤوس تروسها مقطوعة بدقة وبزاوية مقدارها 60 درجة. وبعد أن تفحصوا الأجزاء الأخرى، توصلوا إلى هذا الاستنتاج بأنه من المستحيل صنع هذه الأجزاء يدوياً، مما يؤكد أن صانعي هذه الآلة كانوا يملكون معدات وتقنيات ومصانع متقدمة جداً.
وهذا الاعتراف كان من مؤيدي النظرية العلمية لولادة التقنية الحديثة. وعلى الرغم من أن هذا الاكتشاف مدهش إلى حد كبير، إلا أنه صغير بجانب الاكتشافات المتتالية. تشير المصادر إلى أن موقع المدينة المفقودة في وسط المحيط الأطلسي بين إفريقيا وأمريكا الجنوبية، وقد بات في حكم المؤكد أن حضارة متقدمة جدا كانت في هذه القارة، وخصوصا بعد أن اكتشفت عالمة البحار بولين زالتسكي مدينة كاملة غارقة في مياه الكوبية القريبة من مثلث برمودا تعود إلى 200,000 عام وفقا لنتيجة دراسة عينة منها بالكربون المشع. وعلى بعد بضعة كيلومترات باتجاه المحيط الأطلسي وجد لغزا آخر يؤكد على وجود حضارة بالغة التطور. فقد تم اكتشاف عام 1960 بقيادة عالم المحيطات الأمريكي مير فيرلاج باستخدام الماسح الضوئي وموجات السونار. اكتشف جسمين مصنوعين من الكريستال يتمركزان في قاع المحيط وعلى شكل هرمين ثلاثي الأبعاد، يصل حجمهما إلى 3 أضعاف حجم هرم خوفو، ويقعا على عمق 2000 متر تحت سطح الماء. تختص تلك الأهرامات الكريستالية بصفات تجعلها تحوي الكثير من الأسرار، من أبرزها الإضاءات المختلفة التي تشع منها وتتسبب في إنارة المنطقة المحيطة بها. كذلك الخامة الكريستالية المستخدمة في بناء الهرمين تعد من أكثر أنواع الكريستال شفافية، وتمتاز بقدرتها على تحمل الصدمات المائية، بالإضافة إلى قدرتها على تخزين مجالات كهرومغناطيسية كبيرة. وقد أشاع عدد من علماء الجيولوجيا أن ثمة علاقة بين غرائب وحوادث منطقة مثلث برمودا وجزيرة أطلانتس المفقودة، وقد فسروا ذلك بأن الأهرامات الكريستالية الواقعة في تلك المنطقة والتي كانت بمثابة المصدر الرئيسي الذي يمد الجزيرة بالطاقة الكهربائية منذ أكثر من 50,000 عام هو ما تحول إلى طاقة كهرومغناطيسية هائلة بقاع البحر يؤثر على كل ما يدخل بمحيطها فيسبب الحوادث الشهيرة فوق مثلث برمودا. فقد ذكر أفلاطون في كتابه أن حضارة أطلانتس قد دمرت عن بكرة أبيها خلال يوم مرعب وليلة عاصفة ابتلعتها مياه البحر في نفس مكان اكتشاف المدينة الغارقة اليوم. فهل كان ذلك مجرد صدفة؟ وفقا لأفلاطون، أن جده طولون أخبره خلال رحلته إلى مصر أن الكهنة المصريين أخبروه عن مدينة من الخيال بروعتها وتقدمها العلمي لم يروا مثلها في حياتهم أبدا. وما يؤكد ذلك المخطوطة المصرية المكتوبة على ورق البردة والمحفوظة في المتحف البريطاني تدعى مخطوطة هاريس، وهي تشير إلى المصير الذي لاقته قارة أطلانتس. وهناك مخطوطة مصرية أخرى محفوظة في متحف هرمتاج في مدينة بطرسبورغ تشير إلى إرسال الفرعون بعثة إلى الغرب بحثا عن أطلانتس. ومن الدلائل القوية على وجود التقنية في العصر القديم النقوش الفرعونية في معبد إبيدوس بمصر، حيث أظهرت رسما واضحا لطائرة مروحية. فهل عرفوا الطائرات أم أنهم دونوا ما شهدوه بأعينهم من حضارة متطورة؟ أضف إلى ذلك أننا وبكل ما نملكه من حضارة وتقدم لم نفهم إلى الآن كيف بنى المصريون القدامى تلك الأهرامات العجيبة. ولا تقف القصة من هنا، بل هناك أيضا عند شعب المايا إرث يخلد لغزا كبيرا وغامضا ويتمثل في الطائرات الذهبية التي عندما قام العلماء بمسحها حاسوبيا وصنع مجسم عنها كانت قابلة للطيران وبشكل مذهل. أضف إلى تلك الاكتشافات البطارية الكهربائية التي اكتشفت في بغداد وتم التأكد منها بما لا يدع مجالا للشك،
أنها عبوة تقوم بتوليد الطاقة ومكونة من قضيب نحاسي ومواد كيميائية، وترتبط جلياً بالمصباح الكهربائي الذي اكتشف عند المصريين القدامى. ولا يجب أن ننسى هنا التقدم والتطور العلمي الذي أعطاه الله لنبيه سليمان عليه السلام، عندما قام من عنده علم الكتاب بإحضار عرش بلقيس بلمح البصر. وقد أشار الله تعالى إلى أن هذه العملية تمت عن طريق علم ومعرفة وليس سحرا ودجلا، بالإضافة إلى العمران والقصور التي بنيت من القوارير الممردة. ويشير أغلب أهل العلم الإسلامي إلى أن كتب المعرفة والعلم لسليمان عليه السلام، بالإضافة إلى كتب السحر والشعوذة التي وضعتها الشياطين وكان سليمان منها بريئا، كما أخبر الله تعالى في كتابه الكريم، هي الآن في أيدي اليهود. فجميع الاكتشافات التي ذكرناها سابقا ما هي إلا غيض من فيض، فهنالك الكثير من الاكتشافات الأخرى التي أعلن عن بعضها وأخفي الكثير. يقول أصحاب هذه النظرية أنه خلال 3000 من الأعوام الماضية ظلت الحضارة التقنية غائبة وبشكل مجهول، إلى أن ظهرت فجأة وبشكل يدعو إلى الريبة. ففي أواخر القرن 19 وخلال القرن 20 ظهرت التكنولوجيا الحديثة وبشكل غريب وغير مفهوم، ونحن هنا لا نتحدث عن ما وصلنا إليه اليوم، ولكن نشير إلى كيفية ظهور القاعدة الأولى التي انطلق منها هذا التقدم الكبير. لعل روايات الأديب الفرنسي جول فيرن تدلنا على بعض المعرفة. جول جابرييل فيرن هو روائي فرنسي، ولد عام 1828، وله العديد من كتب الخيال العلمي. في روايته 20,000 فرسخ تحت الماء عام 1864، كتب جول عن رحلة في المحيطات العميقة مستخدما إحدى الغواصات التي تدار بالطاقة الكهربائية. والغريب بالأمر أن لا وجود لهذا الأمر في زمانه، كما أن الكهرباء كانت في بداياتها. ولكن الأغرب تحول هذه الرواية عام 1886 إلى اختراع حقيقي على أرض الواقع، حيث اخترعت أول غواصة تعمل بالكهرباء وسميت بنفس اسم الرواية. وليس هذا فقط، فقد كتب عن الكثير من الأشياء التي أصبحت جزءا من عالمنا الآن، ومنها ناطحات السحاب الزجاجية والقطارات فائقة السرعة والآلات الحاسبة وشبكات الاتصال حول العالم. كما قال أنه سيتاح للبشر رؤية بعضهم عن طريق تقنية تسمى الهولوغرام، وهو إسقاط ضوئي ثلاثي الأبعاد يؤمن لك رؤية الأشياء وكأنها أمامك، وهو ما حدث بالفعل الآن. وأطلق عليه أيضا نفس الاسم الهولوغرام، كما وصف في إحدى مقالاته عام 1889 بديلا للجرائد بأنه سيكون أخبار تبث مباشرة متضمنة مجموعة من المراسلين والمذيعين الذين يديرون الحوار. وطبقا لوكالة أنباء Associated Press، فإن أول نشرة مذاعة كانت عام 1920، أي تقريبا بعد 30 عاما من تنبؤات جول فيرن. قد يقول البعض أنه مجرد خيال علمي ترجم إلى واقع. إذا أخذنا بهذا الافتراض فهذا يعني أن التقنية كانت موجودة في الأساس، وهذه الروايات ما هي إلا إعلانا لما هو قادم. وإذا اعتقدنا أنها مجرد صدفة فيمكن أن نقبل هذا في تصادف واحد أو اثنين أو حتى أكثر، ولكن تحقق ما ورد في حوالي 20 رواية أمر يصعب على الصدفة فعله. وإذا قلنا أنه رجما بالغيب فالأمر لا يقبل النقاش، لأن الغيب بيد الله سبحانه وتعالى، ولا نعلم ما هو قادم سوى ما أطلعنا عليه سبحانه على لسان أنبيائه الكرام. إذن يبقى احتمال واحد أقرب للمنطق، وهو أن تكون هذه الأمور أصبحت سهلة التنفيذ بعد اكتشاف علم الكتاب والمعارف الخفية الفائقة، وخصوصا أن الثورة التقنية تزامنت مع عصر التنقيب والاكتشافات الأثرية والمخطوطات والكتب القديمة، ولكن تم تحضيرها بصورة غير مباشرة عن طريق روايات الخيال العلمي.
أي أن العالم الغربي الذي نعتبره اليوم فائق الذكاء ما هو إلا ناقل ومنفذ للتكنولوجيا وليس مؤسسها، وخصوصا أن نمط العرض والإعلان للتقنية والتقدم بقي كما هو إلى هذا اليوم. فجميعنا يذكر عندما كنا أطفالا أفلام الخيال العلمي التي تعرض رجلا يتكلم من ساعته، أو رجال آليين يقومون بمهام كبيرة، أو حتى هاتف محمول تنجز به أغلب الأمور في حياتنا. وهذا كله أصبح حقيقي اليوم، أي أن ما يتم عرضه اليوم ليس خيالا علمي، إنما هو تحضير لما هو قادم. قد يقول البعض إذا كانت كتب المعارف اكتشفت في القرن 19 فلماذا لم تطبق التقنية فورا؟ الجواب البسيط، لأن التقنية إذا طبقت بشكل كامل على مجتمع لم يعاصرها فإنه وبكل تأكيد سيخاف منها ويرفضها تماما، كما حدث في بريطانيا عندما اخترع القطار البخاري. ومما يثير الشكوك بأن التقنية السرية ظهرت في القرن 19 لوحة فنية تعود لنفس القرن لامرأة تسير في طريق ترابي صخري ممسكة بيدها لما يشبه الهاتف الذكي. تاريخ هذه اللوحة يعود لعام 1850، وهذه اللوحة توجد في متحف ميونخ بألمانيا. كما أجرى فريق بحث علمي أمريكي دراسة حول لوحة فنية منذ عام 1937 للفنان الإيطالي أمبروتو رومانو الذي توفي عام 1982. تدور اللوحة حول هجرة الأمريكيين الأصليين في القرن 17، وتبين من خلالها أن هناك رجلا أمريكي يحدق في هاتف ذكي. وفي دراسة أجريت حول جدارية موجودة في متحف بول تشايتي في ماليبو كاليفورنيا، تظهر حاسوب محمول مع منفذ USB منذ 100 عام قبل الميلاد. فوفقا لهذه النظرية يؤمنون بأن التقنية الحديثة ظهرت لهدف واحد، وهو إخضاع العالم لنظام عالمي جديد، وهو ما يفسر انتشار الحداثة بين الجميع. فلا يوجد شيء مجاني، فإن كنت تعتقد أن الهدف هو الربح فأنت مخطئ، لأنهم لا يحتاجون إلى هذه الأوراق الملونة التي نسميها نحن بالنقود، فهم يملكون ذهب العالم بالإضافة إلى مطابع العملة، والحاجة الرئيسية لهم فرض هيمنتهم على العالم بمساعدة التقنية. والهاتف المحمول أصبح اليوم الورقة الناجحة ضمن هذا المخطط. فجميع الهواتف الذكية تحمل ميزة التعقب وتحديد المواقع، والآن أصبحت تفهم السلوكيات والأنشطة بالإضافة إلى الاعترافات الكاملة على مواقع التواصل الاجتماعي. قد يقول البعض أن هذه الأمور أفادت البشرية، وهذا الاعتقاد صحيح وضروري بنفس الوقت. فلتقبل النظام العالمي الجديد يجب أن تقدم لك أمورا تحتاجها وتسهل عليك حياتك وتفيدك وتسليك حتى تصبح جزءا أساسيا منك. وهنا يقدمون لك جاسوسا سريا على حياتك، وأنت ستتقبله بكل امتنان وسرور، لأن المنافع التي قدموها بين يديك ستجعلك مشتتا وغير آبه بالهدف الأساسي من تقديمها، أي أنهم فعليا يضعون السم بالعسل. ولا تقف الأمور عند هذه النقطة، حيث تضاف اليوم إلى الهواتف الحديثة ميزة قراءة بصمة الأصابع، وبهذا يأخذون بالإضافة إلى بياناتك وصورك بصماتك أيضا. وبالطبع لا يقبل عاقل أن يعطي بصمته الشخصية لأي إنسان، ولكن عندما تقدم لك بأسلوب تقني وبحجة حفظ بيانات هاتفك وقفله بصورة آمنة وعصرية، وعندها ستضع بصمتك بكل سرور، وهم يحققون هدفهم بأخذ البصمة وتكوين سجل عالمي كبير لم تعرف البشرية مثله أبدا. هل سألت نفسك يوما لما أصبحت بطاريات الهاتف مدمجة وغير قابلة للإزالة؟ بعيدا عن التفسيرات والحجج التي تطلقها الشركات، فإن الهدف الحقيقي هو إبقاء جميع الهواتف متصلة بالشبكة العالمية للتعقب،
حتى ولو قمت بإطفاء هاتفك فإن الإشارة ستظل فعالة فيه، وعندما تفرغ البطارية إلى قدر معين تقوم بفصل الهاتف وإطفائه قبل نفاذها 100% لكي تترك إشارة البث فعالة ريثما تعيد شحنها مرة أخرى. قد نكون سلطنا الضوء على الهواتف الذكية كثيرا، وذلك لأنها الورقة الرابحة في التكنولوجيا الخبيثة اليوم، ولكن الأمر لا يقف على هذا فقط بل يمتد إلى أبعاد أخرى نحتاج إلى كتب لشرحها لكم. وفي المقابل يرفض النظام العالمي الكلام في هذه القضية تماما، والسبب واضح كما تعلمون. وفي النهاية وفقا لهذه النظرية فإن التكنولوجيا ليست وليدة العصور الحديثة أو من اختراع الغرب، بل هي قصة قديمة جدا كتبت في وقت لا نعلم عنه شيئا، وعادت اليوم في صورة خارجية وداخلية متناقضة. أما الخارجية فهي مساهمتها في تقدم البشرية وتوفير وسائل الراحة والأمان والتقدم الطبي والهندسي والعمراني وانتشار الحداثة بكافة تفاصيل حياتنا بما يخدم مصالح البشرية. وأما الجانب الداخلي والخفي فهو جانب مظلم استخدمت فيه التكنولوجيا لتحقيق أهداف النظام العالمي الجديد في الهيمنة الفكرية والسيطرة العسكرية وتسييس العالم باتجاه علماني إلحادي. ساهمت فيه التكنولوجيا بضياع الأخلاق والدين عن طريق نشر الإباحيات بكافة أنواعها وتفكيك الأسر وازدياد أمراض الكآبة والاختلالات الذهنية وانتشار العولمة والضلالة بما يخدم مصالح شخص واحد حذرنا منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما حذرت جميع الأنبياء السابقة شعوبها، ألا وهو المسيح الدجال.